استلم مني تحية ممزوجة للحب والهناء وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، ألا وهي سلام الله عليكم زهر ظاهرين، إثر ذلك مرحبا بك. انتظر قليلا لا أرافل لن بالله تحية على غرار تحيتها، ألا وهي السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك سؤالا تتعلق بالمادة الفقهية، هل أنت مستعد للإجابة عنها؟ نعم اسأل ما بدا لك. ما اسمك؟ اسمي معاذ إسحاق حسن. هل لك لقب؟ نعم لي لقب، ولكني لا أريد أن أذكر هنا في هذا المكان أمام الجماهير. ما الفقه؟ والعلم بالأحكام الشرعية عن نزالتها للتفصيلية بالاستدلال. ما أحكام الفقه؟ أحكامه خمسة: الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه. ما الطهارة؟ هي رفع الحدث وإزالة الخبث. ما الوسائل الطهارة؟ هي ماء أو تراب أو حجر أو زبغ. على من تجب الصلاة؟ على كل مسلم بالغ عاقل. كم شروط الصلاة؟ شروط الصلاة تسعة، وهي: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر الحورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجايق وابتسام آذن أنيقن واردوان حسن وعن إذي وذنا قبي كساب سن عسوس هايا جعل كاي هدي جر عسوس تاذي عدي إيا وناقاقي هبين ناس كنوب تاذي أبتي إيا نعريس تاذي هبي هبي دادي أنا كي إيا وعسين تاذي إيا هذا المعان كاذي مركن ساعة سوستا يبيقو بتايا أوهي اللي لقي رعدا هندي ساعة جعلكي هدي وجرى باركاي مركن ساعة سوستا يبيقو بتايا أوهي اللي لقي رعدا قبوبقا ومدنا قوة دينا قرقريا لقدواي هاي هاي اسقل انت هذي هراد قيري دينتي سي مركن صاع سوستا هبويقو بتايا اني لقي رحدا جرتي نفتا دواري جرتي مركن صاع سوستا هبويقو بتايا. نحييكم بتحية الإسلام أزكى تحيات أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه التحية الترحيب نرحبكم في الرقاب الأكاديمية عمر فاروق ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ضبتم وذاب من شاءكم هذا وتبواكم في الجنة منزلا. شكرا. والآن مع نشيد الأول نحييكم. نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. حسافير من القلد تقرد بين أيديكم جوالحنا لكم سرر ومن تمنا نقاديكم. حسافير من القلد تقرد بين أيديكم جوالحنا سافي ورد نارسيكم بكاس حب مطرعة وسافي ورد نارسيكم. نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. قلوب الناس أجنعتم كما قد قال أديكم فإن الفتفقات عرفا الشمائل قد بدات فيكم. قلوب الناس أجنعتم كما قد قال هاديكم فإن الفتفقات عرفا الشمائل قد بدات فيكم. نحييكم نحييكم.
Today we gather to celebrate a very special milestone for our graduating friends in grade 3 and PP2. You have all worked so hard and now it is time to take a big step forward. Remember, this is just the beginning of your exciting journey. Each of you has unique talents and dream, whether it's painting, building or exploring the stars. Always believe in yourself and never be afraid to chase those dreams. As your older friends, we are so proud of you for showing us how to be brave, courageous and kind. Let's celebrate this wonderful achievement and look forward to all the amazing things you will do in your future. Congratulations, graduates. Thank you. Proud parents and of course our wonderful people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, I would like to thank the school head teacher for inviting me back to this wonderful school. It feels like coming home. I had a privilege being a part of this school for many years watching students learning and growing. It is incredible to see how far this school has come. Thank you for all staffs and teachers who are continuing to nurture the young man. With dedicated sponsor, it is because of your hard working that we see people throwing years after years. And now, allow me to congratulate our wonderful grade 3. You have reached a special mission in your journey. Take a moment to be proud of all your hard working you have achieved. And first day and today, you have grown so much. You have learned not only to write, also to read, but also to be a kind. Working together, solving problems together. Congratulations. Lastly, let me thank the school administration for inviting me back to this a part of celebration. The head, the teachers, parents, and graduating pupils, have a bright day ahead.